اهلا بحضراتكم معانا في قناة الابيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة معانا توقعات مهمة جدا لليلى عبد اللطيف، توقعاتها للدول العربية، واخر توقعات سيدة الالهام ليلى عبد اللطيف للدول العربية واللي نزلتها على قناتها على اليوتيوب. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتوصل لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل المتابعين ومتابعي التوقعات في كل العالم، وأيضا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك مننا كل الفيديوهات أول بأول. هنبدأ معاكم بتوقعاتها لسوريا. بتتوقع أن كل التطورات والأحداث القادمة في سوريا هتجعل الرئيس بشار الأسد في 2021 أقوى بكثير مما مضى. كل التغييرات في سوريا سواء على الصعيد العسكري أو السياسي هتجعل الرئيس بشار الأسد رقم سياسي صعب أمام كل المواجهات والتسويات المطروحة. وبتتوقع أن روسيا هتلعب دور كبير في المنطقة العربية وخاصة بين سوريا وإسرائيل، ومن هنا ستأتي الحلول ومعها السلام العادل والشامل، وأيضا ستشهد سوريا إنجاز عسكري كبير ونهائي وحاسم لكل الأحداث، وسيعيد الأمن والاستقرار لسوريا بشكل سريع وغير متوقع. من توقعاتها لسوريا أيضا سنرى عودة اللاجئين السوريين من دول أوروبا. سوف نشهد مصالحات كبرى بين القيادة السورية وشخصيات سورية من المعارضة المعتدلة، كما سنشهد مصالحات بين سوريا وبعض الدول العربية. الجيش السوري سوف يحقق انتصار على الأرض ويجعل أمريكا في حالة ارتباك غير متوقعة. شخصيات سورية جديدة سوف تلمع أسماءها في المرحلة القادمة وسنرى صورهم في شوارع سوريا. بعد كده هنروح لتوقعات ليلى عبد اللطيف لموريتانيا. بتتوقع خلاف دبلوماسي بين موريتانيا والمغرب حول الصحراء الغربية، وموريتانيا تدعم الصحراء الغربية في فكرة الانفصال. انقلاب عسكري جديد في موريتانيا وسوف تكون الحكومة عسكرية 100%. المنتخب الموريتاني لكرة القدم سوف يكون الحصان الأسود في كأس أمم إفريقيا. اكتشاف مناجم ذهب في موريتانيا ولكن سوف تكون بحماية دولية أمريكية. وأيضا ستكون موريتانيا دولة تكون خط الممنعة في وجه إسرائيل. بعد كده هنروح لتوقعاتها للجزائر. وبتتوقع أن الأنظار العالمية هتتجه كلها صوب اتفاقات بين الجزائر والصين والاستثمارات الكبيرة تدر مليارات الدولارات لصالح الجزائر. عودة الإرهاب في الجزائر لكن السلطات الأمنية تحكم الأمر. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في الجزائر. انتخابات فرعية جديدة داخل الجزائر وتكون لصالح المعارضة. الرئيس تبون لن يكمل ولايته وسوف يتعرض لوعكة صحية تدخله المستشفى ولن يخرج منها إلا وهو في ذمة الله. أحد أفراد عائلة الرئيس السابق بوتفليقة تظهر على قناة البي بي سي وتفجر مفاجآت سرية. وأيضا بتتوقع أن عجيب العجب للمنتخب الجزائري في أمم إفريقيا وهو أحد طرفي نهائي أمم إفريقيا وسوف يفوز بالكأس. بعد كده هنروح لتوقعاتها للمغرب. بتتوقع عودة العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة المغربية، وسوف يزور الملك سلمان الملك محمد السادس. حملة أمنية كبيرة برعاية الملك محمد السادس لآفة انتشار المخدرات، وسوف تقع الكثير من شبكات المخدرات في أيدي الأجهزة الأمنية. إفشال بعض المخططات لبعض الخلايا النائمة من قبل داعش في المغرب. النزاع مازال مستمرا بين جمهورية الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وسوف يكون هناك حل وتسوية سياسية بين الطرفين يرضي كل من المغرب والصحراء الغربية، وسوف تظل السيادة للصحراء تحت اليد المغربية. المغرب ستكون إحدى طرفي نهائي أمم كأس إفريقيا بمواجهة الجزائر، ولكن سوف تخسر لصالح الجزائر. أما أهم توقعاتها لليبيا فبتتوقع أن لن تطول الأزمة في ليبيا وسوف يكون لها حل بوساطة مصرية روسية أمريكية، وعربها هو الأمير محمد بن سلمان. مزيد من العنف في العاصمة الليبية طرابلس لكن لن تطول.
اكتشاف جديد حول ما يخص اختفاء الإمام موسى الصدر لبناني في ليبيا. سيف الإسلام القذافي يطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخطاب يفجر منه بعض الأحداث التي جرت قبل اغتيال والده. اتفاقيات اقتصادية بين ليبيا وفرنسا. رغم كل ما يحدث في ليبيا، الفن عنوان المرحلة والأنظار كلها نحو الفن. ومن توقعاتها لليبيا أيضا أن اللواء حفتر سيقود ليبيا في المرحلة القادمة بدعم عسكري من الدول وخصوصا أمريكا ومصر، مع تقديم مساعدات عسكرية خاصة بالجيش الليبي. أما توقعات ليلى عبد اللطيف لتونس فبتتوقع أن من شهر 8 فبتتوقع أن المعارضة التونسية تقلب الطاولة في البرلمان وإفشال محاولة اغتيال للرئيس قيس سعيد، وتونس لن تبقى خضراء وسوف تصبح ذهبية باكتشافات بترولية في البحر. وبتتوقع شبهة فساد تلف حول شراء اللقاحات في تونس، وتونس لن تطبع مع إسرائيل وسوف تكون هي خط الممانعة الأول ضد التطبيع. بابا الفاتيكان يصلي من أجل تونس والأنظار العالمية نحو تونس. اتفاقيات اقتصادية كبيرة بين تونس والصين. أما توقعاتها للبنان فبتتوقع أن بعض المناطق اللبنانية تبدو كمدينة أشباح، وذلك بعد ثورات وأحداث قوية وحزن بلبنان على شخصية عسكرية. يشهد لبنان حضور فعال وقوي، خاصة حضور يضع لبنان تحت المجهر بدور بارز وقوي. وطيران غير لبناني يلقي منشورات فوق الأراضي اللبنانية، وقيادة الجيش تواكب الحدث بحكمة، وأيضا البحر يتسبب في خسائر مالية جسيمة، وللأسف هناك سقوط ضحايا في المياه اللبنانية. حزن يعم على الصحافة اللبنانية حدادا على وجه لبناني بارز للأسف. فضيحة تحدث في مقام ديني مرموق وتحدث صدمة في الشارع. كورونا ستطال عدد من الشخصيات السياسية في لبنان وغير لبنان، وممكن تؤدي أيضا إلى وفاتهم. احتجاجات وأعمال شغب تقطع الطريق من وإلى بيروت بسبب حادث مؤسف. ستشهد لبنان اقتحام لوزارات ودوائر حكومية وأيضا شوارع، وسيحدث أزمة سيقابلها عمليات سلب وثورات من الغلاء الفاحش. هزة أرضية تضرب لبنان في المراحل القادمة. توقعاتها لمصر أن مصر بتجمع في 2021 ما بين القوى السياسية وما بين قوة الأمن والجيش، ويقود الرئيس السيسي مصر إلى واجهة الأدوار العربية والأجنبية وأيضا السياحة، وستكون عنوانها الازدهار والعمران والاقتصاد في 2021. أما أهم توقعاتها للإمارات فهو حريق يندلع في واحد من أهم فنادق الإمارات. أما عن توقعاتها للعراق فبتتوقع أن الوجود الأمريكي في العراق سيكون في نهايته في السنين اللي جاية. يدخل العراق مرحلة لا تشبه المراحل السابقة أبدا، وخصوصا على الصعيدين السياسي والأمني، وسيتم اغتيال شخصية عراقية كبيرة في عام 2021. وبكده نكون وصلنا معاكم لأهم توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة للدول العربية للنص الثاني من عام 2021. شكرا لكم جدا على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة. هنستنى اي تعليقات ليكم وايضا تفاعلاتكم اللي دايما احنا بنسعد بيها. شكرا لكم، اشوفكم على خير ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.